لكم مرحبا بكم في فيديو جديد. لكن انت ولا انت اول مره تدخل القناه هذه ما تنساش هبط لتحت تلقى واحد بوطون احمر تفرقعها ولايك لايك لايك اخوتي وشي كومونتير زوين. عارف راسي اخوتي تعطلت عليكم على الفيديوهات شي عارف راسي شي اكثر من 10 ايام ولا شي 8 ايام ما درت فيديو وراني رجعت لكم ثاني عاوتاني. ما تنساوش اخوتي لايك 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 باش ما نحبس ونكمل معكم في الفيديو ديال القطار. وان شاء الله قررت باش نبدا واحد السلسله ديال المبتدئين. غادي نبقى ندير فيديو للمبتدئين اللي ناويين يلاه كيتعلموا الجيتار واللي مافونسين شويه في الجيتار اللي كيقدروا يشدوا لي زاكورد. غادي ندير لكم لي سون ديال الاغاني. امشي فيديو هكا فيديو هكا. ولا عجبتكم هاد السلسله هادي ما تنساوش خليو لايك باش نعرف شحال الناس اللي عجبهم هاد السلسله هادي واش نكمل فيها ولا ما نكملش فيها. وان شاء الله خليكم مع الفيديو هذا للمبتدئين اللي يلاه ناويين يبداو الجيتار. يلاه اول حاجه كما كتشوفوا اخوتي الجيتار كتلقاو فيها 6 ديال لي زاكورد. بالنسبه للكلاسيك كتلقاو تحتاني بالنيلون وفوقاني بالحديد. وبالنسبه للاكوستيك كتلقاو الاكوستيك كاملين حديد. بالنسبه للجيتار كتلقى فيها 6 ديال لي زاكورد. الكورد الفوقاني كاع اللي هو المي، الكورد اللي تحت منه اللي هو لا، الكورد اللي تحت منه اللي هو غي، كورد اللي تحت منه صول، كورد اللي تحت منه سي، كورد اللي تحت منه مي. الا كنت مازال ما شريتيش شي جيتار وناوي تشري شي جيتار وما كتعرفش تضرب الجيتار، احسن كنصحك تشري بالكلاسيك حيت عندها لامونش عريضه تسهل عليك كيفاش تعلم الجيتار. ماشي بحال الاكوستيك عندها مونش رقيقه تجيك صعيبه شويه. وبالنسبه للجيتار مي اول مره كتكون هازها كتكون ما اكوردياش، مثلا شديتي هاد لاكورد هادي ودرتي بحال هكا ما يطلعلكش هاد الصوت هذا حيت كتكون ما اكوردياش. غادي تهبط للديسكريبسيون غادي تلقى واحد اللين ديال واحد الفيديو كيفاش تاكوردي الجيتار ديالك. ضروري تفرج فيه الا كنتي يلاه شريتي شي جيتار. وموراها دابا غادي ندوزو للشرح ديال نشرح لكم جوج كوردات ولا ثلاثه كيفاش تلعبوها. الكوردات اللي نتعلمو في هاد ليسون هذا اللي الدرس الاول غادي نتعلمو لا مينور والمي مينور. بالنسبه لا مينور كي كتلعب كنديرو صبع في الدوزيام كورد البروميير كاز، صبع ثاني في الكاتريام كورد الدوزيام كاز، صبع ثالث في التروازيام كورد الدوزيام كاز. بالنسبه للطريقه الشده كانك مبتدئ اول حاجه غادي دروك صباعك في الاول حتى يلاه بادي ما كيكونوش مولفين. شوفوا كيفاش كانسكيو بالراس ديال الصبع كما كتشوفوا الكورد ها هو متراسي هنايا وهنايا وهنايا، يعني كنسكيو بالراس ديال الصبع بحال هكا ما نسكيوش هكا حيت الا ضربتي الكورد تحت اللي تحت منه ما كيتسمعش. كنسكيو بحال هكا هادا عاوتاني هنا بحال هكا هاد الصبع هذا ما يكونش قايس الكورد فوقاني ما يكونش قايس الكورد تحتاني بحال هكا. بس واحد الحاجه اللي تحيدو الضفار من هاد اليد هادي. وبالنسبه لطريقه الشده من اللور كيكون كتجي على هاد الشكل هذا كتسكي مزيان هنايا كتسكي بحال هكا باش كيكون واحد الجهد اللي كيخليك تسكي على زاكورد مزيان. والكورد الثاني اللي هو المي درتو لكم ساهل القلبه ديالو سهله حيت انك تكون مبتدئ تقلب من هنايا مثلا لهنايا ولا لهنايا تجيك صعيبه. درت لك هاد الكوردات هادو لي جوج اللي هما ساهلين لا غادي تطلع تحيد هاد الصبع من هاد تحيد الصبع من هنايا وهاد الصبع هذا اللي كان في التروازيام كورد غادي يطلع للسانكيام كورد تولي على الشكل هذا. كيولي الصبع في الكاتريام كورد دوزيام كاز وصبع سانكيام كورد دوزيام كاز. هذه مي مينور. هادو هما لي زاكورد ديال هاد مور ما غتكونوا لعبتوا هاد لي زاكورد هادو اللي عطيتكم اللي هما لا مينور ومي مينور غتكونوا تقنتوهم عطاوهم حقهم باش تعلموا ليهم. خصو يخرج حتى تيتزن زين يخرج صوت صافي بحال هكا. دابا غادي نشرح لكم الفراب اللي تلعبوا معاها بهاد اليد هادي.
كأنك مبتدئ انا ما غاديش تقدر تلعب هذا الفراغ مثلا بحال هكا. غادي نعطيك طريقة سهلة. غادي تشد يديك بحال هكا كاملين، هاد ربعة الصباح هذا تحطهم هنايا، وغادي تلعب بهاد الصباح هذا، وتشك غادي ديرها غير بحال هكا. غادي تلعب تحت تحت تشك فوق تشك، تحت تحت فوق تشك، تحت تحت فوق تشك. غادي تلعبها جوج مرات في لا مينور، وتلعبها جوج مرات في مي مينور. غادي بحال هكا تحت تحت فوق تشك، تحت تحت فوق تشك، وتطلع عاوتاني بي مينور، تلعب تحت تحت فوق تشك، تحت تحت فوق تشك، وتهبط عاوتاني تحت. بالنسبة للطريقة، ما تقولش الطريقة هنا كي يلعبوا شي لعب صبعي واقف ولا ناعس بزاف ولا شي عادي، اتحط يديك هنايا وغادي تهبط تحت تحت، وغادي تطلع بهذا هاكا، وتحط يديك وتضرب يديك تضرب على لي زاكورد بحال هاكا، وهادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا. نتمنى يعجبكم اخوتي، وما تنساوش لايك 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 وشي كومنتير زوين، ولا عجبكم الفيديو خليو لي لايك باش نستمر في هاد السلسله هذه، وان شاء الله تعلموا حتى شي حاجه ما صعيبه، غير عطيوها وقت وشويه الصبر وتعلموا ان شاء الله.